السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخة، دلوقتي لما بتدخل فترة الحيض بعدها مثلا من 8 أيام ببقى تمام، مفيش أي حاجة، بس يعني في البول بيبقى لون حوالي يعني وردي كده، وفرحة ببقى محتارة جدا جدا، مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أقول صح شيخ ولا لأ. انتهت مدة الحيض، 8 أيام. انتهت 8 أيام. هل هناك دم ينزل بعد 8 أيام؟ ما هو أنا بقى ده اللي محيرني، يعني هو في دم بينزل ولا مفيش دم؟ انتهت الأيام 8 وانقطع الدم، صومي اغتسلي وصومي وصلي. السلام عليكم.